باتون اباتون تربي داغيا المغرب غيبه وحنا باقي ما شرينا والو. بلاتي انا مجا انا مجا انا مجا مع مين مجا؟ قلت لك بلاتي بلاتي اقلق من الشيطان. الشيطان تعلى ومشى بحالو ما تجيب اي استناك تربي داغيا ما تجبرو الصو اخوا. شعندك؟ انا قلت لك استناني 5 دقايق ماشي كل ساعة تعيط لي. كيفاش عندك كيفاش عندك ولا ماشي انا ماشي نجيبو اخوه وباقي خصنا نشريو اللحام والخضره ديال الحريقه. اسكت 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 انت فضحتينا في العماره. دابا الناس اذا ساقوا بينا الخبر حنا باش نتسخروا وجاو دقوا عليا وقالوا لي اعطيني شي حاجه ما نقدرش نقولو ما عندي شي. علاش انتينا شنو كنتي كتقول له؟ ما عندي شي. ياك الناس تقول لهم ما عندي شي وانا ملي طلب لي الفلوس نقول لك ما عندي شي ما يعجبكش الحال ياك؟ انتينا ما كتقيرش معايا. انا غير بارح كنت كندوق الكوزه بالمهرز وهي تدوق عليا الزهره هي تدوق وانا ندوق هي تدوق وانا ندوق. ايوا دقت عليا قالت لي اعطيني شويه ديال التوم قلت لها ما عنديش. قالت لي اعطيني ستيتو ديال الملاح قلت لها ما عنديش. قالت لي اعطيني القصبر قلت لها ما عنديش. وبقات كتشوف فيا قالت لي اعطيني المهرز ما قدرتش نقول لها ما عنديش دات المهرز. دابا تردوا دابا تردوا اجي شحال هزيتي الفلوس من مجاك؟ 1000 درهم. اسكت اسكت فضحتينا في العمارة اسكت اسكت ماشي تسمعوني ماشي يجي يقولوا لي سلف لي الفلوس ما نقدرش نقول لهم ما عنديش. لا الحاج هذا سيدي رمضان شهر مبارك والانسان خصو يوقف مع بعضه. دابا بنادم ولا كيوقف على بعضه اخوك اي الجالس ويجي يقول لك وقف معايا ودوقف مع هذا ودوقف مع هذا دوقف مع كلش. انا في سيادتك ما كان داكش نبقى واقف. وياه الله يجعل بركه بنتي سعاد الله يفرش لها في الرضا الله يغطيها بالرضا. كما كانت هي كتسرد لي ديك البركه من الخارج حتى انا كنت باش ندق على عباد الله نقول لهم عطوني المهرس. ها الزهقه كتضوء والها. السلام عليكم. فين المهجز؟ اش فين المهجز؟ فين الزهره؟ شكون الزهره؟ انت ماشي عند الزهره؟ لا 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 انا كان عندي عيد واحد من احسن القهاوي اللي كاينين كافونيو كافيتيريا العطار. انا رفضت لي رمضان معتبر اثمنة مناسب. ولكن جيتي في واحد الوقت وليدي غير مناسب حنا ماشي من السوق نتسخروا. دابا ما بقى وقت السوق يلا ديني نفطر عند العطار. مرحبا بكم والف مرحبا غيعجبكم الحال عندنا. عندنا المملحات بجميع الانواع وجميع الانواع ديال العواصف. عندنا الحريره التسمر الشباكيه والبيضات. مرحبا بكم والف مرحبا. ياك لاباس باش ما تسمعنا الزهره واذا تبعنا هي والجيران. وحنا هذا هو الهدف ديالنا الدعايه. ولكن اوليدي انت كتعمل الدعايه الكافيتيريا ديال العطار الزهره باش تعمل الدعايه بينا حنا. ايوا صافي عمي خليك باقي خصني نفرق الفريق فوقي هنا في العماره. اعطيهم للزهره هي تفرقهم وجيب لي المهرز ديالي. اجي ولدي نسقسيك فين جات هاد الكافيتيريا ديال العطار؟ جات في كافونيكرو في لاكاسيا. اجي نسقسيك قول لي وهاد الزهره فين جات؟ طيق يلا عطيق عطيني شفتك باش نفرقس يا امين. قالوا لي فطوري عندك نصيبو افطور كي حمق العدو حبيبو انا فعارك يا العطار. اسكت اسكت اش من اسكت؟ قال لك اسكت اسكت في الدار اسكت هنايا خليني نفوج على قلبي. انت تفوج على قلبك وتفرقش فينا الناس. اجي نقول لك الباتون دابا تيفطوك فحال هذا ما تقدرش تعدلو في الدار ياك. انا جهدي نعدل قنينطات. ايوا شهر بقى رمضان ونتينا تقول تعدل قنينطات. قلت اليوم غدا تعدل قنينطات غدا تعدل قنينطات. انا التهابيه انطط جيغان حرام ولا بغيتي تعدل هذا القنينطات. مرحبا بكم كيف جاكم فطور؟ لا ما عندي ما صلك هادشي غزال. انا دابا هاد الفطور هذا ماشي خليني شبعانة الا حتى نصحور. انا بعد هنيتيني من السوق هي تشري وانا خلص هي تشري وانا خلص. اش باش نقول لك اولدي الله يرضى عليك تا انا هنيتيني من الطياب هو يتشهى وانا نطيب هو يتشهى وانا نطيب. ايوا لا لا ما عليكم غتشهاو وحنا نطيبوا والحاج يخلص. رضى عليك هكا ولا وفرحان صحه وراحه الحاج. عقلتينا النهار اللي خطبتيني فيه كنحاول ننسى ولكن ما بغاش يتنسى لي. ياك هذاك النهار كان غزال وكان فيه الجو غزال. كان الشتا والريح والفيضان وحتى صفى الجو عاد جبرت راسي خطبتك. واجي نفطرو. علاش؟ ايوا باش ما يتقلب الجو.
او كيقدم. بسم الله الله يرحمنا.